أنا بالمدرسة وأنا بحب الفن وبحب الأشغال اليدوية والرسم وهيك، فضلت هواية يعني، ما درستها أكاديميا بس رجعت اشتغلت فيها، ما اشتغلت بشهاداتي. بس أنا نوعي بحب الأطفال وبحب أتعامل مع السن الصغير، بعتبره صفحة بيضة ونظيف. يعني شو أنت بتعطيه بياخد منك، لأنه الطفل لما يلاقي هيك شغلة تلفت نظره وتكلفتها كتير بسيطة. يعني أنا فتشت على إشي تكلفة بسيطة كمان، هلا بدك تيجي لتكلفة أوسع اللي هي الدمى، مسرح الدمى. أنا عندي جاكيت قديم فرو ما بدي إياه، قصيت وعملت منه دمية وعملت منه كذا قطعة كمان، يعني ما بكب حتى القطع الصغيرة، بتلزمني لشوارب، بتلزمني لرموش، بتلزم لأي إشي. فعقد مفروض خرزات بجمعهم بعلب علب علب، بستخدمه كله بستخدمه، يعني بحاول قدر الإمكان ما بشتري كمية مواد، من أشياء بسيطة بعمل الدمى عمالي. وتصميم الأزياء ساعدني كتير، يعني بالدمى بالذات، يعني أنت بتشوفها دمية بس هي إلها قياسات، إلها باترون، يعني بدك تطلع لها باترون، تطلع بالقياس الصح، مش هيك بطلع الراس راس، يعني زي الخياطة بالضبط. أنا أي إشي يجي بإيدي ما بكبه، بكبش إشي عندي أنا. مشاهدينا الأعزاء، إذا استمتعتوا معنا اليوم تابعونا على التلفزيون العربي.